قلنا بأن التنغونو هي لاماس ديال لو على لاماس ديال سيش فوا 100% غير باش تولي بالبورسنتاج. هاي هادي هي الفورميل ديال التنغونو. خدمناها قبيله وقلنا بانه البروبليم ديالها انها كتعطينا واش بون سول ولا با بون سول غير بارابور لو بارابور لو. تبقى عندنا لو بروبليم ديال لير، عندنا فيه مشكل لانه ما كافيش انك تقول لي راه بون سول ولا با بون سول غير بارابور لو. عندي جوج ديال 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 لي كريتير ولا لي بارامتر. عندنا واحد ديال لير وواحد ديال لو. دونك اللي بغيت تقول لي بانه بون سول خاص يكون ما فيهش الماء وما فيهش لير، ياكل لا حيت الا كان لير راه ماشي بون سول، غتحط عليه غير بحال هكا غيهبط. ولا كان فيه لو حتى هو راه ماشي بون سول. دونك الا قلتي لي غير اعتمادا على التونوغونو راه ما كافيش، خاصني لير. واش متفقين؟ دونك شنو هي لي ساي كي فا نو بيرمي بوغ ديفينيغ واش بون سول ولا با بون سول؟ انت غتجاوب غتقول لي بارابور لو غنستعمل التونوغونو، غادي نقول لك انا وباقي لي كليغ. واش فهمت الفكره ديالي ياك؟ لير غادي نخدمو البوغوزيتي والكومباسيتي. اشنو هي الفورميل ديالهم؟ الوغ لبيت نحسب البوروزيتي ولا الكومباسيتي غنستعمل هاد لي فورميل هادا. عندنا عندنا البوروزيتي النفادية وعندنا لا كومباسيتي. البوروزيتي عند الرمز تاعها هو ان وهذه الرمز تاعها هو سي. هذه البوروزيتي النفاديه دونك غتكون هي لو فوليم فيد على لو فوليم توتال. اما لا كومباسيتي غتكون لو كونترير، يعني هي لو فوليم سيش على لو فوليم توتال. وكنفهم ا روتينير كو بانه ان بلس سي ايغال لو فوليم فيد على لو فوليم توتال بليس لو فوليم سيش على لو فوليم توتال ايغال هو لو فوليم فيد بليس لو فوليم سيش على لو فوليم توتال. دونك هو لو فوليم توتال على لو فوليم توتال هو ان. اش كنفهم؟ كنفهم بان ان بليس سي توجور ايغال ان. ويلا كنتي خدام بالبورسنتاج راه ان بليس سي ايغال 100% 100%. متفقين؟ اذا ما كافيش انك دير واحد ليتيود ديال لو سول جوست على التونوغونو، لا خاصك دير لا تونوغونو ودير البوغوزيتي ودير الكومباسيتي. عاد اون فادي دوير لو تيب ديال لو سول، عاد ممكن تستنتج وتقول لي واش بون سول ولا با بون سول. غتعتمد على التونوغونو، غتعتمد على لا كومباسيتي، غتعتمد على البوغوزيتي. من بعد غنشوفو دوطخ كالكيل بحال لانديس دو فيد. هي لو فوليوم فيد على الكومباسيتي، هي لو فوليوم سيش على لو فوليوم توتال. هنا في فيد على في تي بليس في اس على في تي. هنا عندنا المقام موحد دونك في فيد بليس في سي على في تي. فوليوم فيد ها هو فوليوم فيد بليس فوليوم سيش هو الفوليوم توتال. الفوليوم توتال على الفوليوم توتال هو واحد. الفوليوم توتال على الفوليوم توتال دو لو فوليوم وفي تي وفي اس. لا لا حنا شويه عينا ما تخافش، حنا نخدمو دقه دقه تنفهمو كلشي مزيان. الوغ غوتونيغ قلنا البوغوزيتي وقلنا الكومباسيتي وقلنا التونوغونو. قلنا التونوغونو إل فا نو دون واش بون سول ولا با بون سول باغابوغ لو. عاد قلنا ما كيفيش، يعني عندنا جوج ديال لي فاريابل ديال لي باغامتر بوغ ديفينيغ واش بون سول ولا با بون سول. قلنا لو بخوميييغ باغامتر هو لو ودوزيام باغامتر هو لير. الوغ إل فو كالكولي التونوغونو pour définir واش بون سول ou la pas de bon sol par rapport à l'eau. Il faut calculer la porosité et la compacité pour définir le type de l'eau sol
واش بون سول ولا با بون سول بارابور لير. عاد في الاخر ممكن نخلصوا ونقولوا فوالا هذا لا بون سول ولا با بون سول. هادشي مزيان ياك. دابا غندير واحد ليكزارسيس اون فا ابليك هادشي شفنا وبغي غنفهموا كلشي. ها واخا هذا اكزارسيس نيميرو 2. فوالا هذا غادي نفهموا به هادشي كلشي. عندنا ليكزارتيز ان اشونتيون دارجيل هو الطين. المهم ساتيغي دو مشبع بالماء ساتيغي دو دو 950 غرام ابخي باساج ا ليتيف ملي داز من الفران صاماس ني بلي كو نحليا n'est plus que 820 grammes, sachant que son volume total est 523 centimètres cubes et sa densité est 2,9. Donc, la KTF dialo est 2,9. Travail demandé. La première est calculer la teneur en eau. La question numéro 2, définis le type de le sol par rapport à l'eau. Wesh bon sol ou la pas de bon sol par rapport à l'eau. Hinti Allah hinti rit tenir ou non. La question numéro 3, la porosité. Numéro 4, la compacité. Et dernièrement, ou les brina, ou le type de le sol. Il y a une par rapport à l'air ou par rapport à l'eau. Type de sol. Alors, خدمو با با ونحسبو هاد لي باغاميتر هاد نيتي فران نيتي فران واخا هذاك نخرجو جماعة ماشي مشكل هذاك التمرين الأول يلاه عطيكم دونك لي بغينا نخرجو التونوغ واش لي خصنا غادي خصنا لاماس توتال و لاماس سيش و لاماس ديال لو لاماس توتال عندنا ها هو قال لينا ان اشونتيون دارجيل ساتوري دو دو 950 غرام هايا و لاماس سيش هايا هي اللي خارجة من الفران هايا Donc après passage à l'étive, sa masse n'est plus que 820 grammes. Voilà. Très bien, la masse de l'eau, il y a la masse totale, moins la masse sèche, il y a 750 moins 820, il y a 130. Très bien, 130.
30 غرام هاي دونك تنورونو هي اش هي لا ماس ديال لو ديفيزي على لا ماس ديال السيش هي 130 ديفيزي على 820 شحال جات 0.15 فوا 100 هي 15% دونك هاجا نقولو عليه واش واش بون سول ولا با بون سول شنقولو عليه لان السؤال الثاني هو اي ولكن ماشي تخي بون سول حنت حنت فايت 12 فايت 12 دونك عندنا تونوغونو سيبيريور ولا نقولو بان عندنا تونوغونو اللي فيها 15% اللي اونتخ 20 او اونتخ 12 اونتخ 12 اي 20 هنا دونك اون بو دير كو راه بون سول راه بون سول لا كاين تري بون سول كاين تري بون سول وكاين بون سول وكاين سول موين عاد كاين موفي سول سول موين حيت قلنا من صفر لستة هي تري بون سول سول موين فوالا Donc maintenant, vous avez une porosité. Donc, là, sur le manuscrit, mais là, c'est un gros sur le moyen par rapport à quoi? Par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau. Quand on a tenu en eau, quand on a tenu en sol ou la pâte en sol, juste par rapport à l'eau. On a pas besoin de le calcul de la porosité compacité. C'est une chance. Ah. Après, on a fait le de la partie qui fait l'énoncé de l'exercice. Alors, d'abord, la question numéro 3, les voies la porosité. Donc, سميناها N N دونك N إيكال H هي لو فوليم فيد على لو فوليم توتال ولو فوليم فيد هو لو فوليم ديال لير بليس لو فوليم ديال لو على لو فوليم توتال غير باش نحسبو سوا البوروسيتي ولا الكومباسيتي عندنا فوليم ديال لو شحال وعندنا لو فوليم ديال لير شحال وعندنا لو فوليم ديال السيش شحال وابخي نخرج منه لو فوليم توتال دونك انا لقينا 4 دي زانكون نخرج واحد واحد يعني واحد واحد نحسبو باش نقدر نحسبو هذاك ان هي البوزيتيف واخا نبداو بسم الله عندنا هنا لو فوليم توتال ها هو قال لي 100 فوليم توتال اي 2523 سنتيمتر كيب دونك في تي هاي كان 523 سنتيمتر كيب شنو قال لي هنا قال لي الي ساتوري دو شنو كتعني ساتوري دو تري بيان كتعني ان في ا ايغال 0 شنو قال لي قال لي جوج لو فوليم ديال لو و لو فوليم ديال السيج انا اش كنعرف كنعرف ان غو ديال لو شحال كتساوي لا ماس فوليم ديال لو شحال كتساوي جينيرال هادي راه معروفه كتساوي 1000 كتساوي 1000 كتساوي 1000 كيلوغرام بار متر كيب هذيك الحجميه ديالنا عافاكم اشنو كتعني اشنو كتعني كتله حجميه كتعني انا خديتي واحد الاناء واحد الاناء ياك الكتلة الحجمية كتعني واحد الإناء فيه هنا متر
وهنا فيه متر وهنا فيه متر شتو هنا فيه متر وفي متر وفي كله فيه متر يعني لو فولين شعال هو المتر كيف لان لو فولين هنا غيكون هو واحد في واحد في واحد هو واحد متر كيف وعمرتيه بالماء عمرتيه كله بالماء وعبرتيه في الميزان غتلقى فيه طن غتلقى فيه 1000 كيلو هو طن هذا هو المعنى ديال الكتلة الحجمية اللي هو قلت انت قلت لي الكتلة على الحجم انا غير شرحتها الكتلة الحجمية هو الا خديتي 1 متر كيب 1 متر كيب وعمرتي هذاك الشيء اللي انت كتهضر عليه وحسبتيها شحال الا كنت كدوي على الماء بدا انت كدوي على الماء راه الا خديتي 1 متر كيب وعمرتيها كامل بالماء وعبرتيها في الميزان غتلقى طن غتلقى طن غتلقى 1000 كيلو إذا خديتي مثلا البيطون قلت حنا جينيسيين إذا خديتي هاد أن متر في أن متر عمرتيها بالبيطون أرمي يعني تحديد البيطون غتلقى جوج ونص طن 2.5 طن 2500 كيلو هذا غير أن متر كيلو هي باش يقول لك أنا في الشونتي خاصك الدبال الشونتي تجي خاصك ديما دير سيكوريتي ها هو غير أن متر كيلو غير مترو في مترو في مترو إذا طحت على واحد بحال بحال غطيح عليه جوج ونص طن هي باش في ليفوال ليفوال كاين اللي ما كيديرش البلانداج مزيان كيدير البلانداج ديال العود مثلا هذه راه خصو يبدل البال الكفراج كاين اللي كيدير الكفراج وما كيديرش لي زيتيمو بزاف هذا الحديد تكونوا مايلين تسموه زيتيمو إذا ما كانوش مزيان راه قد ما كان البيطون كبير يقدر يتفرع على الكفراج وكتوقع شحال مرة يعني الكفر خص يكون شاد مزيان حيت البيطون راه عنده ان بوا ثقيل عنده 2.5 طن بو 1 متر كيب فهمنا المهم هي مساهمات مساهمات الكتلة الحجمية وي المتر كيب ديالو في 1000 لتر في 1000 كيلو في 1000 كيلو بو 1 متر كيب يعني طن واحد طن هذا لو هذا الماء لو اما البيطون عنده 2.5 طن 2500 كيلو 1 متر كيلو الوغ هذا متفقين ياك هنا شاش كنعرفو اللي كتبت لكم قبيله كتبت لكم بان غو ايكال ام سير في كتبناها دونك غو ديال لو ايكال ام ديال لو على في ديال لو حتى متفقين حنا شوفين حنا بغينا في ديال لو سو كي امبليك ان في ديال لو ايكال ام ديال لو على غو ديال لو ام ديالو عندنا 130 هي 130 غرام على غو ديالو معروفه هي 1000 هي 1000 كيلوغرام بار متر كيب 0.130 كيلوغرام ديفيزي على 1000 كيلوغرام بار متر كيب شحال بغينا نحسب هذا نديرو 0.130 مقسوم على 1000 0.130 مقسوم على 1000 يعني هي 130 في 10 اس 6 واش ناقص 6 متر كيب اللي هي 130 سنتيمتر كيب عرفتي علاش هانتا دابا شحال عندنا هنا اللي عندنا 130 اللي غتقسم على 1000 بحال غيتزادوك 3 اصفار هي 130 في 10 اس ناقص 6 ولكن راه متر كيب الا بغيتي تحولها لسنتيمتر كيب غادي تضربها في 100000 غتجيك 130 صافي
لا 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 نصيحة شوية يعني هذا هذاك دابا غير تحولي انا نعطيك واحد الطريقة ثانية انت خليها انت عندنا المتر هايا وعندنا ديسيمتر ها هو وعندنا سنتيم مزيان دونك واحد متر هو 100 سنتيم ياك ولا لا مزيان ولكن هذا الاطول نشوفوا المساحات المساحات كدير اوكاري 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 هنا كاينه جوج حتى هذا قسموا على جوج ها هو ولكن هنا عندنا وسط خوا عندنا فوليم حجم دونك هنا غدير 3 هنا غدير 3 هنا غدير 3 دونك حتى هذا قسموا على 3 وهذا قسموا على 3 وهذا قسموا على 3 دونك ملي غتقول واحد متر كيب خاصك ثلاث اصفار في ثلاثه الاصفار ها هي هذه 10 ناقص 6 هي 6 اصفار وحيدناها شفت كيفاش؟ سهلة دابا دابا هاد الحساب هكا إلا درتي بهاد الحساب كيبدا تفارح بيجيك 0.130 و 3 أصفار هاي بحال ما غادي يجي ها؟ ها؟ هكا 0.0.0.130 هكا هو هذا هو هذا دونك انت اللي غتكتبو غيجيك هكا هانتا هانتا غيجيك غتجيك 0.0000130 هاو هكا ملي غتجي عند سنتيم دونك غتحيد هذا ويبقى عندك 130 دونك غير الجدول الواحد تخرج منه كل شيء غير اذا كان بالمتر كاري غدير تقسموا على جوج كان بالمتر تقسموا على ثلاثة قلنا VE و VA و VS و VT
قلنا في تي هو 523 وفي ا قلنا 0 وفي او قلنا 130. دونك شنو بقات لنا؟ بقات لنا في اس ياك. شنو هي في اس؟ في اس هي في تي ايكال في او بليس في ا بليس في اس ياك ولا لا؟ لو فولين طوطال هو لو فولين ديال لو بليس لو فولين ديال ليغ بليس لو فولين ديال سيش. حنا بغينا لو فولين ديال لو ديال سيش. الوغ هو لو فولين طوطال موان لو فولين ديال لو موان لو فولين ديال ليغ. حنا عندنا لو فولين طوطال هو 523 لو فوليم ديال لو عندنا هو 130 و لو فوليم ديال لير هو صفر. دونك لو فوليم سيش هو 393 سنتيمتر كيوب. فوالا ياه راه عندكم داك الشيما. هاي 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 لو فوليم ديال لير لو فوليم ديال لو لو فوليم ديال سيش. لو فوليم في هو لو فوليم ديال لير بلس لو فوليم ديال لو. الوغ لو فوليم طوطال هو في ا بلس في اس بلس في ديال لو. الوغ هنا هادي قناع هي 393 سنتيمتر كيوب. دابا الحمد لله شي صعيب داز. دابا نحسبو لا بوروزيتي فاسيلمون. ان هي لو فوليم فيد على لو فوليم توتال. هي لو فوليم ديال لير بلس لو فوليم ديال لو على لو فوليم توتال. لو فوليم ديال لير صفر. لو فوليم ديال لو هي 130 مقسومه على 523. شحال جاتها؟ 0.24 اللي هي 24%. Ou la compacité c'est il y a le volume de sèche, là le volume total sèche est 393 et là 523. Il est ça? وهنا الرقم اللي رابع انا غير اسمح لي حيت مهم خصني 8. دونك هذه ماجور 5 دونك غادي 25%. دونك 0.74 ياك 74. دونك هي 77 هذه 5 هاهي 75%. دونك 75% زائد 25% هي 100%. هاهي ان بليس سي ايكال 25% بليس 75% هي 100%. هي واحد. فوالا. دونك شنو كنفهم؟ كنفهم بان هذا الوصول هذا البوروزيتي ديالو النفاية ديالو هي 25%. ولا كومباسيتي ديالو هي 75%. دونك راه هي ديك رابون سور ولا سور مويان. سور مويان. دابا نعطيكم الطابلو. دابا نعطيكم الطابلو ديال بوغوزيتي كومباسيتي اللي بيه غنقولو واش بون سور ولا با بون سور. La compacité, il y a VS à la VT. VS à la VT. Ou la porosité, il y a le volume vide à la le volume total.